في مشهد بديع الحقيقة، شهدت سماء مصر عدد من زخات الشهب اللي وصل عددها ل 120 شهاب في الساعة الواحدة. تعتبر الظاهرة دي من أفضل زخات الشهب السنوية اللي بينتظرها عشاق الفضاء والظواهر الفلكية. بدأت هذه الظاهرة من منتصف ليل الخميس وحتى صباح النهاردة الجمعة. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير دكتور جهاد. يعني ظاهرة بديعة وجميلة وتابعناها، وحابين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذه الظاهرة اللي شهدتها سماء مصر وتميزها عن غيرها من الظواهر الفلكية. أولا صباح الخير على حضرتك وكل المشاهدين، وأتمنى للجميع يوم سعيد إن شاء الله. زي ما حضرتك تفضلت، إحنا عندنا على مدار العام عدد من زخات الشهب بتتفاوت في العدد واللون والفعاليات اعتمادا على المصدر اللي جاي منه زخة الشهب. إحنا عندنا زخة شهب الحالية اسمها زخة شهب الجوزاء، ودي بتنشط في الفترة من 7 ل 17 ديسمبر. ذروتها كانت يوم 13 و14، يعني الليلة اللي فاتت دي كانت معانا. ودي سموها زخة شهب الجوزاء لأنها جاية من مجموعة كويكبة الجوزاء، ولها اسم تاني التوأم، لأن الاثنين كوكبة الجوزاء مع كوكبة فيس الاثنين اللي بيجي زخة شهب من الغبار والأتربة بتاعتهم. وبتنشط في هذا التوقيت لان الكوكبه دي بتكون اقرب ما يكون للارض، وبالتالي الغبار بتاعها بيتساقط على الارض في صوره الشهب اللي احنا بنشوفها. بتكون زخات لان عددها بيكون كتير زي زخات المطر، ودي فعلا من اميز زخات الشهب لانها متوسطه حوالي 120 شهاب في الساعة. زي ما احنا شايفين في الشاشة دكتور جاد، يعني هي ظاهرة ترى بالعين المجردة، يعني وسائل رؤية هذه الظاهرة بالفعل هي ترى بالعين المجردة بس خارج المناطق المضيئة، ويمكن من حسن الحظ ان احنا يعني لسه بادئين جماد الاول، فالهلال لسه صغير، فالسماء الى حد ما مش مضيئة، ودي كانت فرصة ممتازة. انا بس عايز اكد تاني للمواطنين اللي بيبقى احيانا بينساق وراء شائعات على التواصل الاجتماعي، طبعا زخات شهب ملهاش اي اثر سلبي لا على الارض ولا على الحياة عليها، ان مجرد ما حبيبات الرمل الصغيره دي بتخترق الغلاف الجوي والشكل اللي احنا شايفينه مضيء بتنطفي على طول وملهاش اي تاثير، وما بتوصلش للارض كاجسام مضيئه او انها يكون تسبب اشتعال او كده. فاحنا بنطمن المواطنين ملهاش اي تاثير لا على الانسان ولا على الارض ولا على الحياه عليه. هي ليها تاثير بس تاثير جمالي، يعني في مظهر جمالي احنا بنشوفه، وطبعا في ناس كده عشاق للظواهر الفلكيه والفضاء، فبالتالي بيستمتعوا جدا بمشاهده هذه الزخات. واحنا بندعو الجميع للاستمتاع بيها، واي حد عنده اي تساؤل او استفسار يعني المعهد تحت امره من خلال ابواب المعهد مفتوحه، وسائل التواصل للمعهد ال 24 ساعه. احنا عندنا لو سمحت لي يعني فضل. في بيت شهر ده طبعا في عدد من الظواهر الفلكيه، لو سمحت لي الوقت متاح نوضح للزملاء. يمكن عندنا اقرب حاجه يوم 17 هيكون اقتران للقمر وزحل. احنا عارفين ان زحل ده واحد من يسمى لؤلؤه المجموعه الشمسيه، اللي عنده يعني كاميرا صغيره او تلسكوب يقدر يستمتع بالحلقات البنيه اللي حواليه. عندنا يوم 22 ديسمبر ده ذروه فصل الشتاء، او بنسميه الانقلاب الشتوي، اطول عدد ساعات الليل في نص الكرة الشمالي وأقصرها في الجنوبي والعكس في الصيف. طبعا ده مش معناه ان ده يعني هيكون أبرد يوم في السنة، طبعا كان لسه على طول الزملاء من الأرصاد الجوية يقولوا لنا على درجات حرارة، لا ده فلكيا نتيجة دوران الأرض أمام قرص الشمس، وبالتالي موقعها الجغرافي بقى عندنا شتاء في نص الكرة الشمالي وصيف في نص الكرة الجنوبي. يعني كده دكتور جاد في ظاهرتين يوم 17 ديسمبر و22، لكن 17 دي احنا عايز اسال حضرتك هل الظواهر دي يعني بيتم متابعتها في كل الاماكن، ولا في اماكن محدده بتكون الرؤيه فيها اكثر وضوحا وممكن الاستمتاع بهذه الظاهره فيها؟ هو اكثر اماكن تبقى وضوحا انها خارج تكون التجمع السكاني عشان الاضاءه، لما كان المكان او السماء مظلمه الى حد ما كانت الرؤيه افضل. الظواهر اللي احنا بنعلن عنها كلها ترى في كل انحاء الجمهوريه المصريه. واخد بالك؟ احنا لسه بقيه الشهر في عدد من الظواهر الثانيه، يوم 22 في اقتران القمر والمشتري، والمشتري طبعا عملاق المجموعه الشمسيه، كوكب غازي من الكواكب المتميزه. وكمان يعني يمكن بقى نص الشهر العربي
اكتمال بدر جماد الاخر هيكون يوم 27. فاتمنى للجميع مشاهدات ده طيبه. ده بيتم يا فندم برضو عشان الناس اللي بيحبوا وعشاق الظواهر الفلكيه، ده بيتم الاعلان عنها عبر موقع المركز القومي للبحوث الفلكيه، يعني بيبقى فيه اعلان عن التواريخ دي لان بتبقى عند بعض الناس مهمه جدا. بالظبط، احنا اولا على الموقع المعهد في اكثر من وسيله للاعلان، في الدليل الفلكي ده بيصدر سنويا، في كل ظواهر تفاصيل الظواهر الفلكيه وتوقيتاتها على مدار العام. بالمناسبه احنا عملنا تطبيق ذكي للهواتف المحموله مسمينه الدليل الفلكي او نرياش دليل، يقدر اي مواطن مهتم بظواهر فلكيه يحمل هذا التطبيق على تليفونه المحمول. جميل. ويعني على مدار العام يجي له اشارات ان بكره او بالظواهر الفلكيه في ظاهره تاليه للمحب ليها. طيب. ايضا على صفحه المعهد على الفيس وعلى تويتر وانستجرام بيعلن عن تلك الظواهر اول باول. وزي ما قلت لحضرتك المعهد فاتح ابوابه على مدار الساعه. طيب. لكل المواطنين اللي يحب الزياره سواء للاداره في حلوان او للفروع المنتشره. طيب. مرصد الاطمئنان. سريعا دكتور جاد، يعني احنا شايفين على الشاشه دلوقتي الظاهره دي اللي بدات من منتصف ليل الخميس وهتنتهي النهارده صباحا الجمعه، زخات الشهب. سريعا التفسير العلمي لهذه الظاهره. زي ما قلت لحضرتك في اتربه كونيه بتكون محيطه بالكواكب او الكويكبات اللي بتكون دي جايه منها، زي بتاعه الجوزاء دي جايه من نجمه الجوزاء وكويكب فايسون، ولذلك سموها التوأمان لان الاثنين توأمان مع بعض. فالاتربه دي زي ما بقول لحضرتك هي ملهاش اي تاثير، يمكن بتفيد بقى الفلكيين في دراسه تاريخ وحركه تلك الاجرام السماويه. جميل. يعني حضرتك احنا عندنا لسه سؤال كبير جدا لم يتم الاجابه عنه حتى الان، هل الكون بيتمدد او بينكمش؟ عمر الكون قد ايه؟ طبعا بعد الاكتشافات الحديثه وتلسكوب جيمس ويب والمتخصصين في الفلك واللي هو عارفين تفاصيل اكتر عن كده، احنا وصلنا بعمر الكون ل 13.8 مليار سنه بعد ما كان المعلومات اللي متاحه 4.5 مليار سنه بعد تلسكوب جيمس ويب. اكيد يا دكتور الظواهر الفلكيه زي ما حضرتك قلت بتدينا بعض الاجابات عن يعني اسئله دايما بنسالها عن العالم الفضاء بشكل كبير والكواكب، ظاهره طبعا جميله وبديعه واستمتع بها كل عشاق هذه الظواهر الفلكيه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه، جهد مشكور، ويمكن متابعه طبعا موقع المعهد وكافه وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفه هذه الظواهر. الشهر ده فيه زي ما دكتور جاد قال لنا فيه أكتر من ظاهرة حتى نهايته.